حلقة الموسم دي اكتر حلقة دسمة هتشوفها في الفانتسي الموسم ده. اهم حلقة، مش مبالغة، مش كلام عشان تتفرج على الحلقة، حلقة طويلة من الاخر كده ورقة وقلم، عشان الحلقة من عشان هتبقى طويلة هترجع تحاول تفتكر حاجات مش هتعرف تلاقيها في الحلقة، مش هتدور عليها، فبالتالي ورقة وقلم واكتب ورايا الحاجات دي، لان دي ما فيهاش اختيارات، يعني دي ما فيهاش وجهات نظر. اللي انا بقوله لك ده ما فيهوش اصل تجيب كين ولا هالاند. انا النهارده بتكلم على بلان السنة، ازاي السنة تختار فرقتك عشان الفرقة دي تكون فرقة كويسة للموسم. الفرقة دي ما فيهاش اسامي، الفرقة دي عناصر، ازاي نتعامل معاها، لان في نصين من الفرقة، في نص ثابت وفي نص متغير. فخلينا نتكلم كل ده بتفاصيل في الحلقة، ولكن دي حلقة مهمة جدا جدا صدقني. لو اتفرجت على السنة اللي فاتت هتكون شفت زيها، لان كانت اول سنة نعملها. لو ما اتفرجتش السنة اللي فاتت يبقى دي اول مرة هتشوف الحلقة دي في حياتك، حلقة مهمة جدا جدا. هل ده معناه ان انت هتكسب اللعبة لو مشيت على الخطة دي؟ لا، لان كنت كسبتها انا، فبالتالي هي القصة ملهاش دعوة بالمكسب، هي القصة انك محتاج تعمل فرقة صح بشكل مظبوط. اختيار اللعيبة نتكلم عليه بقى في الحلقة الجاية، بداية من الحلقة الجاية في حلقة هنجيب انهي لعيبة في كل مركز. ده بقى دي حلقة، دي هنبدأ بقى في الموسم نفسه، ولكن الحلقة دي هي حلقة بفاهمك فرقتك مكونة من ايه، عشان في مراكز معينة مطلوب منها حاجات مختلفة، يعني في لعيبة نص ملعب، في لعيبة مطلوب منها حاجات غير لعيبة تانية خالص، فالموضوع مختلف، فما تحسبش حسبة بشكل غلط. فالحسبة اللي هحسبها لك دي هي الحسبة اللي المفروض تفكر فيها، تفكر بيها على مدار الموسم. شكلكوا لسه مش فاهم حاجة، تعالوا نخش بالانترو الاول وبعدين افهمكم. مساء الفل عليكم من استوديوهات الفار، معكم احمد رضوان، وحلقه جديده من حلقات سكاوت الفانتسي، والحلقه الثانيه من الحلقات التحضيريه، ودي حلقه خطه الموسم. لو لسه مش مشتركين في القناه يا ريت تشتركوا في القناه، عشان دي حاجه بتبسطني جدا جدا. لو عجبتكم الحلقه واتفرجتوا عليها يا ريت تدوسوا لايك، ولو في حاجه مش عاجباكم او معترضين عليها يا ريت تكتبوا لي في الكومنتس، عشان دي بتفرق معايا جدا جدا. ويا ريت طبعا تعملوا فولو على انستغرام وتويتر اللي موجودين قدامكم دلوقتي حالا، عليهم كونتنت ومحتوى كتير كوره مختلف كمان عن اللي بينزل على يوتيوب هنا، فقريت تعملوا فولو هناك، هتلاقوا اللينكس موجودة في الديسكريبشن والهاندلز الظاهرة قدامكم دلوقتي. يلا بينا ندخل في الحلقة، عشان الحلقة أساسا طويلة لوحدها من غير أي حاجة. عشان ما نطولش تعالوا ندخل على الجزئية الأولى الأول، ودي الجزئية اللي هم الكونستنتس أو اللعيبة الثابتة أو اللعيبة السوبر ستارز أو اللعيبة الكبيرة، تمام؟ ودول نوع لعيبة مختلف خالص عن بقية اللعبة، يعني صلاح وكين وترنت واللعيبة دي لعيبة مختلفة خالص في الاونرشيب وفي طريقه حسبة نقاطها عن باقي اللعيبه، تمام؟ ايه الكونستنتس دول؟ دي لعيبه انت بتتوقع منها نقط اخر السنه، النقط دي نقط سهله ومضمونه. يعني ايه نقط سهله ومضمونه؟ تعالوا نبدا واحده واحده. الكونستنتس دول او الجزء الاول من الناس دي هم خمس حاجات. اول حاجه هو حارس المرمى. حارس المرمى عندنا حلين، يعني نجيب اتنين حراس بيلعبوا، نجيب حارس بيلعب وحارس ما بيلعبش. هنتكلم في كل التفاصيل دي الحلقه الجايه، دي حلقه الحراس. الحلقه اللي جايه هتكون حلقه فيها كل الكلام بالاختيارات، وانا بفضل مين في الاختيارات دي، واجيب اتنين ولا اجيب حارس مرمى واحد وكل الكلام ده. ولكن عندنا حلين، اتنين حراس مرمى او حارس مرمى واحد ما بيلعبش. في الحراس المرمى دول مطلوب منهم اخر الموسم 180 نقطه. هل اي حارس بيجيب 180 نقطه؟ نادرا. كل موسم في شخص بيعمل القصه دي، بيبقى اليسن يا اديسون في اغلب الوقت. في السنه قبل اللي فاتت كان مارتينيز، بتبقى يعني في اختلافات. ولكن هل اغلب الناس بتعمل كده؟ لا. ولكن ميكس الحراس، لو انت جايب اتنين حراس بيجيبوا 180 نقطه على حسب ماتشاتهم وعلى حسب تجيب اي اتنين حراس، دي قصه. القصه الثانيه او انك تجيب حارس مرمى واحد ويكون حارس مرمى كبير ويجيب لك 180 نقطه لو انت ضامن ان هو ممكن يعمل موسم كويس، وانا اتكلم على احسن اوبشن بالنسبه لنا في حلقه الحراس. فده اول عنصر، عنصر حارس المرمى اللي مطلوب منه 180 نقطه، وده تارجت هوريكم ان هو مش صعب خالص واحنا بنتكلم في وسط الحلقه. الجزئيه الثانيه جوه الكونستنس برضو هو السوبر ستار المدافع اللي هو ترنت عند اغلب الناس، اللي هو موجودين في اللعبه دلوقتي ترنت وكانسيلو وروبرتسون، تمام؟ لان ريس جيمس برضو ارخص بشويه ب 6 مليون، فبنتكلم في ثلاث مدافعين دول. فدول المركز السوبر ستار المدافع اللي لازم يكون عند كله، لازم يكون عندك لعيب من اللعيبه دي موجود في الفرقه بادئ بيه الموسم كده، عشان الاونرشيب اولا بتاع ترنت مثلا، وعشان اللعيبه دي بتجيب نقط مختلفه خالص عن ممكن تتعامل معاها انها لعيبه نص ملعب عادي جدا، لان هم بيجيبوا نقط عاليه جدا جدا مقارنه بالمدافعين. فبالنسبه لترنت اللي هو المركز ده بتاع ترنت، مش مهم يبقى مين موجود فيه على مدار الموسم، المركز ده مطلوب منه 250 نقطه، تمام كده؟
هل سهل على ترينت لو جبت ترينت لوحده وسبته طول الموسم هيجيب 250؟ لا طبعا مش هيعمل كده، ولكن احنا بنجيب اللعيبه في اوقات مختلفه عشان نقدر نجيب اعلى نقط ممكنه. هل ده سهل نعمله؟ اه سهل نعمله، وبرده هثبت لكم على مدار الحلقه. فدي الجزئيه الثانيه. الجزئيه الثالثه وهو الميدفيلدر السوبر اللي هو مفروض ما نبداش من غير صلاح، هو ده يعني لو انت بتقارنه بسون، فسون لو كسر الدنيا هيعمل زي صلاح مفروض يعني. مع صلاح انه معاه ضربات جزاء، مع صلاح انه بقى هداف الفرقه الوحيد بتاع مفيش ماني، مع كل الكلام ده، فكل الكلام ده مع الاونر شيب بتاعت صلاح، فالمفروض ما نختلفش على وجود صلاح ان هو يبقى الكونستنت التالت. لسه في حلقه عن نختار مين بقى في المراكز دي في الناس الثوابت دي، ولكن انا بفهمكم ان المركز ده بتاع ده. هل صلاح بقى مطلوب منه قد ايه؟ مطلوب منه 300 نقطه. هل صلاح جاب 300 نقطه قبل كده؟ اه جابها في موسم واحد اللي هو الموسم الاولاني بتاعه، ولكن مش هيقدر يعملها تاني. هل هنسيب صلاح من اول الموسم لاخره؟ لا طبعا، صلاح هنجيبه في فترات وفي فترات مش هنجيب فيها صلاح، فبالتالي نقدر نطلع من المركز ده 300 نقطه اخر الموسم. المركز الاخير في الثوابت هو مركز، هو لسه ناقص حاجتين. المركز الاخير في الثوابت هو مركز المهاجم السوبر اللي بالاسعار اللي موجوده دلوقتي بقى مسموح لك انك تجيب صلاح وترنت وواحد تالت. ساعات كان في ناس كمان بتفكر في واحد رابع، بس هنتكلم فيها في الحلقه الجايه. قصه هالاند وكين وترنت وصلاح دي هنتكلم فيها في الحلقه بتاعه حراس المرمى اللي هي الحلقه اللي جايه. الرابع ده اللي هو يا كين يا هالاند، الشخص ده والمركز ده مطلوب منه 250 نقطه. لو لعب طول الموسم مش هيقدر يجيبهم، ولكن بالتبديل اللي نقعد نبدله هيقدر يجيبهم عادي جدا. وهثبت لكم برده ان الموضوع سهل وبسيط جدا. ودي موضوع سهل ليه؟ لان دي لعيبه ما بتقعدش تغيرها كل اسبوعين ثلاثه، دي لعيبه بتسيبها فترات وبعدين تبدلها، تسيبها فترات وهكذا، فدي ما بتاخدش منها تغييرات كتير، ما بتاخدش منها مجهود كتير. فدي المراكز ده. ايه الحاجه الخامسه؟ وهي الكابتنه. الكابتنه عموما اللي كسب الفانتسي السنه اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها، الرينج بتاع النقط بتاعت الكابتنه. وهنا نقطه الكابتنه معناها ان لو صلاح انت عامله كابتن وجاب 10 نقط فبالكابتنه بقى 20 نقطه. نقط الكابتنه دي اللي هي ال 10 بس بتوع الزياده، مش نقط صلاح، لان نقط صلاح محسوبه مع صلاح. فانا بتكلم على النقط الكابتنه اللي هي الدبل، اللي هو النقط الاساسيه اللي اتكررت دي. النقط دي عند الاول على العالم على مدار 3 4 مواسم فاتوا كانوا بيعدوا ال 300، كانوا بيوصلوا 340 نقطه 350 نقطه 360 نقطه. ده الرينج بتاع الكابتنه اللي بيطلع بيه الاول على العالم. اللي مطلوب من الكابتنه مننا على مدار الموسم 270 نقطه. وهقول لكم ليه 270، وهقول لكم التفاصيل وليه الرقم ده وكل الحاجات دي، والموضوع ده سهل ولا صعب؟ سهل جدا جدا جدا. فدي نقط ثابته وكونستنت ثابته تخليك تجمع الارقام دي كلها. لما تجمعها هتلاقي ان فرقتك الاربع لعيبه دول مع الكابتنه هيقدروا يجيبوا 1300 نقطه. 1300 نقطه مضمونين، هثبت لكم ان هم مضمونين. دي قصتي بقى، انا هعرف اثبت ده. ولكن في بقى بقيه غير ال 1300 بقى، في 1500 نقطه تانيين محتاجين يجوا عن طريق السبع لعيبه المتبقين في الملعب. احنا اخترنا اربعه في كابتنه مش مهمه، مش من ضمن اللعيبه، وعندنا سبع لعيبه تانيين. فسبع لعيبه تانيين مطلوب منهم ان هم يجيبوا 1500 نقطه، ولكن دي لعيبه مستوى اقل شويه من اللعيبه دي، فالتغييرات فيها بتبقى كتير، فمحتاجين نتعامل معاها بشكل مختلف خالص عن اللعيبه الثوابت. تعالوا بقى اقول لكم اللعيبه اللي مش ثوابت، ولكن عشان اشرح لكم اللعيبه اللي مش ثوابت لازم اشرح لكم قصه الملايين الاول. احنا معانا 100 مليون، ال 100 مليون دول بيبقى دايما في الملعب عندنا، بنلعب باللعيبه في الملعب ب 80 مليون. ليه؟ لان في 20 مليون على الدكه. ازاي؟ اللي هم تقريبا حارس ب 4.5 على الدكه، معاه حارس تاني معاه مدافع تاني ب 4.5 قول مثلا، فدي كده 9 مليون. قول نص ملعب ب 5 مليون، ادي كده 13 مليون، 13 مليون ومهاجم ب 6، ادي كده انا قاعد بزود في قيم اللعيبه اللي على الدكه، فدول 19 مليون. ف 19 مليون وحط مليون سايبه في البنك، ادي كده 20 مليون انت ما بتستخدمهمش على مدار الموسم يعني. تمام؟ تمام. المفروض يبقى اقل من كده بس مش مهم. فمعانا 80 مليون جوه الملعب، ال 80 مليون اللي جوه الملعب دول في منهم اربع لعيبه اساسا جابوا لنا 1300 نقطه. هنشرح القصه دي كلها في الحلقه الجايه، ولكن الحلقه اللي بعد اللي جايه، ولكن الاربعه دول خلاص جابوا 1300 نقطه. عشان نحسب ازاي بقى بقيه اللعيبه تقدر تجيب ال 1500 نقطه التانيين، فمحتاجين نحسب ان ال 80 مليون دول نقص منهم 37 مليون ونص اللي هم قيمه صلاح وهالند او صلاح وكين مش فارقه، اعتبرنا صلاح ب 13 وان هالند او كين ب 12 فدول 25 يعني، برده في نص مليون كده هديه. وفي كمان مدافع ب 7.5 اللي هو ترينت اللي هو اغلى واحد فيهم، وقول حارس مرمى ب 5 يعني انا قاعد على الدكه واحد ب 4.5 وفي نفس الوقت حاطط لك واحد في الملعب ب 5، فدول كده 37.5. 37.5 يعني متبقي 42.5. لما تقسم ال 42.5 على ال 1500 نقطة هتلاقي ان كل مليون انت بتصرفه على لعيب من اللعيبة العادية بقى مطلوب منه نقطة. بمعنى سانشو سعره 7 مليون ونص. 7 مليون ونص دي لو ضربتها
يبقى هو محتاج كل اسبوع يجيب 7.5. هل سانشو كل اسبوع يجيب 7.5؟ لا طبعا، بس احنا نجيب سانشو يلعب معانا مثلا اول 4-5 اسابيع عشان دول ماتشاتهم لذيذه مثلا كمثال يعني. لو ضربت او اول 8 اسابيع لغايه الوايلد كارد، هل سانشو ضربت 7.5 في 8 اسابيع ده معناها هتديك 60 نقطه؟ هل ال 60 نقطه دول سانشو يقدر يجيب النقط دي؟ الاجابه اه. ده معناه مثلا محتاج يجيب مثلا 5 تجوان. هل سانشو يقدر يجيب 5 تجوان ويلعب كل الماتشات مع البونس مع كلين شيتس مع الكلام ده كله يقدر يجيب ال 60 نقطه؟ اه. يبقى سانشو كده فلوسه اتصرفت فيه دي تمام مطلوبه منه. كل لعيب بالمنظر ده اللي ب 4.5 بقى تضرب 4.5 في 8، اللي مش عارف ايه تضرب الرقم نفسه في عدد الاسابيع اللي انت عايز تلعب بيها. كل مليون مطلوب منه نقطه كل اسبوع. طبعا هم مش كل اسبوع هيجيبوا النقط، ولكن ممكن على مدار 3 4 اسابيع، اسبوع ما يعملش حاجه، اسبوع اللي بعده يجيب له جونين او يجيب هاتريك فيعوض الاسبوعين. تمام. فدي الحسبه البسيطه جدا اللي بتقول كل لعيب مطلوب منه قد ايه. تمام. شايف بقى الحسبه اللي انا حسبتها لك دي؟ دي انا حاسبها لك بزياده عشان لو اللعيبه ما جابتش التارجت تبقى لسه انت ماشي على التارجت. يعني ايه؟ يعني لما تقسم الملايين دي فعلا على 1500 نقطه هتلاقي ان اللي مطلوب المليون مش قدامه نقطه، المليون قدامه 80% من النقطه، قدامه 0.8 يعني 80% من النقطه. فلو سانشو مطلوب منه سعره 7.5، مطلوب منه كل اسبوع 6 نقط مش 7.5. فانا بقول لك احسب ان هي 7.5 عشان انت عمر الدنيا ما هتمشي مظبوطه. فانا مدي لك براح كبير جدا 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 ان انت تغلط وانك انت اللعيبه تجيب اقل من التارجت. فعشان كده هو اللي مطلوب 80% مش مطلوب الواحد بس. لما تحسبها بقى كده هتلاقي ان انت معاك لسه كمان في بنش بوست وفي تريبل كابتن، كل ده عشان لو اخفقت في اختيارات لعيبه ما تحسش ان انت بعدت عن التارجت، انت لسه جوه التارجت بكتير كمان. يعني لو حسبت الحسابات بتاعتنا وهوريها لكم في الحلقه اللي بعد اللي جايه، لو حسبت الحسابات بتاعتنا هتلاقي ان كل بعد 8 اسابيع الاولانيين مطلوب منك 650 نقطه. يعني مش مطلوب منك، التارجت اللي احنا مظبطينه على كل لعيب ان في الاخر المفروض تبقى جايب 650 نقطه. هل 650 ده هو التارجت اللي مطلوب عشان تجيب 2800؟ لا، 650 لو جبتها دي هتجيب اعلى من 2800. اللي مطلوب كام؟ 600 نقطه. فانت معاك 50 نقطه في 8 اسابيع، يعني كل اسبوع تقريبا 5 نقط 6 نقط. اخفاق في كده، في لعيبه هتجيب اعلى من اللي انت متوقعه، في لعيبه هتجيب اقل، فبالتالي انت لسه معاك 50 نقطه كويسين وممكن كابتنه تضرب معاك كويس قوي. كل الكلام ده ممكن يعدي التارجت وفي حاجات تانية تنزل على التارجت، فانت معاك فرص كبيره جدا جدا على مدار الموسم ان انت لما تغلط يكون لسه معاك وقت ان انت جوه التارجت. كده شرحنا كل حاجه. فبالتالي الموسم لما بيبدا احنا دلوقتي بنختار فرقه، الفرقه دي هيبان بقى من الحلقات الجايه، بنختار الفرقه دي بنلعب بيها 8 اسابيع بس. 8 اسابيع دول عندنا نصين من الناس، عندنا ناس ثوابت زي حارس المرمى او الاثنين حراس مرمى مع المدافع السوبر مع نص الملعب السوبر مع المهاجم السوبر مع الكابتن، دول ثوابت ما بيتغيروش كتير على مدار 8 اسابيع. في ناس ثانيه بقى بتتغير كل اسبوعين كل ثلاثه، مايك بس مضايقني معلش. في ناس ثانيه بقى بتتغير كل اسبوعين كل ثلاثه، دول اللعيبه المتغيره اللي مطلوب منها تارجتس بشكل مختلف زي ما شرحنا قصه سانشو. فدي الاساسيات ودي الحاجات اللي بنلعب عليها، ولكن احنا بنبص على 8 اسابيع ما لناش دعوه بالاسبوع التاسع. يعني بدايه من التاسع ده مش قصتي انا، الوايلد كارد هيتعمل بالكتير في الاسبوع الثامن، المفروض يتعمل في الثامن ده احسن ميعاد لي، ولكن اللي هيعمله هيعمله يا 8 يا قبل، صعب قوي 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 تتاخر عن الاسبوع الثامن، ومش مفيد خالص انك تستنى بعد الاسبوع الثامن لان كده كده بعد الاسبوع 16 هيتفتح لك وايلد كارد ثاني. المفروض يبقى عندكم جدول كده هوريه لكم في الحلقه من اللي بعد اللي جايه واللي بعدها، اللي هم اللعيبه الكونستنتس الثابتين واللعيبه المتغيره. جدول عامله شكل ظريف كده، لو عملتوه هيبدا يسهل عليكم وانتم بتختاروا اللعيبه بتاعتكم وتشوفوا التارجتس اللي مطلوبه منها. ده بالنسبه لقصه اللعيبه. بالنسبه للحلقه اللي جايه فهي حلقه الحراس، الحلقه الجايه دي حلقه بنتكلم فيها عن نقطتين مهمين جدا، استراتيجيه الحراس، وبدايه من الحلقه الجايه حلقه اراء بقى. يعني حلقه الجايه دي هي حلقه راي، وبالمناسبه هقول لكم القصه دي وهقولها برده في بدايه الحلقه الجايه عشان الناس تكون سمعت القصه دي. وانت بتسمع راي حد، اسمع راي حد اذا كان صانع محتوى او صاحبك بيقول لك رايك عادي رايه عادي جدا في الفانتسي، اسمع راي حد عنده راي. يعني ايه عنده راي؟ يعني شايف ان الشخص اللعيب ده صح والباقي غلط. اي حد بيلعب على الوينجين دي ده شخص اللي هو مش عايز يخسر الرهان. اللعبه دي يا جماعه محدش عارف كل حاجه فيها، لازم في مره هتقول على ده وهيغلط ولازم تقول مره على ده وهيطلع صح، هي دي حلاوه اللعبه اصلا. فبالتالي فكره ان مثلا حد يسالني يقول لي مثلا ايه رايك انا بفكر امشي خيمينيز واجيب انطونيو مثلا، الرد بقى اللي هو على الوينجين ده بيبقى عباره عن ايه؟ والله خيمينيز مش وحش وهيجيب الماتشات اللي جايه، بس انطونيو اوبشن حلو ماشي. تمام كده، دي اجابه جميله جدا. اول ما خيمينيز يجيب جوان وهو بقى مشاه يجي يكلمني اقول له ما انا قلت لك هيجيب جوان الفتره اللي جايه، بس انطونيو هيجيب. لو انطونيو جاب هقول له ما انا قلت لك تجيب انطونيو،
اللعب على الناحيتين ده، ده الكلام بقى اللي اغلب الناس بتعمله، مش بتكلم على صناع محتوى، بتكلم على الناس عموما. ناس كتير قوي بتبقى خايفه تراهن على حد مع الناس وتخسر الرهان، فبيتقال كلام عايم. الشخص اللي تسمع له اذا كان صانع محتوى كده لازم يكون عنده راي، يعني المفروض ما فيش شخص شايف ان في درافتين صح. الدرافت اللي تبدا بيه اول الموسم ده، انا شايف ان الدرافت اللي انا هقوله لكم اخر من قبل ما الموسم يبدا ده هو ده الدرافت الصح اللي نبدا بيه، بالتالي انا هبدا بيه، وبالتالي انا هحاول اقنعك ان ده احسن درافت من وجهه نظري، اللي مش شرط تكون صح ومش شرط تكون غلط. فبالتالي انت بتسمع مني وتسمع من 2 و3 و4 واصحابك وناس كتير جدا، وفي الاخر بتاخد قرارك انت في الدرافت، اقتنعت براي مين وما اقتنعتش براي مين. فلازم يكون حد اللي بتسمع له ده عنده راي ثابت، هو عارف هو مين شايفه كويس ومين شايفه مش كويس. دي كانت حلقه خطه الموسم، ودي حلقه لازم تكون مهمه جدا بالنسبه لكم عشان ترسم لكم منظر الفرقه. الحلقه اللي جايه هنتكلم على الحراس، زي ما قلنا نتكلم على مين، ايه اختيارات الحراس اللي انا شايفها صح، دي اختيارات بقى خلاص، وازاي نعمل فرقه فيها ترنت وصلاح وكين وهالاند، عشان ناس كتير قوي بتتكلم على الموضوع ده، ازاي نعمل فرقه بالمنظر ده، وهل الفرقه دي هتبقى كويسه مش هتبقى كويسه. كل التفاصيل دي هي دي الحلقه اللي جايه. الحلقه اللي بعدها هتكون حلقه الكونستنتس، اللعيبه الثوابت اللي قلنا عليها، محتاجين نسميهم اسم يكون سهل كده ونعرف نتعامل بيه على مدار الموسم. والحلقه اللي بعدها هتكون حلقه اختيارات بقيه الفرقه، اللي هو عندنا لعيبه ثوابت محتاجين نعرف مين احسن ثوابت نبدا بيها في اول 8 اسابيع، وبعدين الحلقه اللي بعديها مين الناس اللي هنقدر نبدا بيها دلوقتي عشان بعد اسبوعين نغير واحد او اثنين او ثلاثه، وبالتالي نقدر نخلي نطلع باعلى نقط ممكنه في اول 8 اسابيع. وبعد كده حلقه احسن درافت من وجهه نظري اللي نبدا بيها الموسم، مع شويه نصايح كده صغيره جدا جدا قبل الموسم، وبعد كده حلقه الاسبوع الاول. لو عندكم اي اقتراحات للفقرات الموجوده في حلقات الاسبوع بتاعت كل اسبوع يا ريت تكتبوها تحت في الكومنتس. لو عجبتكم الحلقه يا ريت تدوسوا لايك على الحلقه، ولو عندكم اي تعليقات او مش عاجباكم الحلقه يا ريت تكتبوا لي في الكومنتس ايه تعليقاتكم اللي موجوده، ولو لسه مش مشتركين في القناه يا ريت تشتركوا في القناه، دي حاجه بتبسطني جدا جدا جدا. واتمنى لكم موسم عالمي مليء بالنقاط، اشوفكم ان شاء الله في حلقه جايه. سلام.